الشاعر الكبير بندر بن سرور في احد رحلاته الشهيره والمعروفه كان على حدود العراق رايح بيقابل رجاله يوم وصل حصل زوجته ما حصل قالت له تقهوى على ما يجي فيوم دخل بندر يتقهوى سمع المره تنادي ولدها تقول له يا زايد فاستغرب بندر زايد وبالعراق الاسم هذا مو متداول بالعراق قال لها ليش سميتي زايد فقالت انا سميته زايد لعله يصير مثل الشيخ زايد فيوم قالت كذا بندر على طول جت الفكره بباله فاذا ما كتبها اليوم بيكتبها بكره بعده خلاص حطها بباله مرت الايام ومرت الشهور وراح بندر بن سرور وقابل الشيخ زايد ال نهيان فقال قال سيدة. بندر بديت ذكر اللي بسط سبع بوتاد واللي رفع سبع نبلية عمدها والكار للي صار غيثا للاجواد لا قبلها صارت ولا من بعدها زايد على كل العرب بالوفا ساق المراجل لين وقف عددها حلحيل حلو مر زراع حصاد كبد يداويها وكبد لهدها واللي عجوز من ورا شط بغداد سمت على الشيب الفلاحي ولدها تبيه يطلع مثل زايد ولا فاد ما كل من هازت الطويلة صعدها يا شيخ انا جيتك على غير ميعاد من خوف روحي لا يجيها وعدها فاهدى الشيخ زايد البندر بن سرور جمس بوقته وداله فوق 100000 انت اذا قبلت الشيخ زايد من غير ما تقصد بتحصل خير فما بالك بقصيدة قوية من بندر بن والشيخ محمد بن زايد بن الهيان يعني ما نسى بندر بن سرور ولا نسى قصيدة بس هل محمد بن خوف المزروعي فقال له رح شف اخوان بندر وشوف اذا على بندر بن سرور دين او يبغون شيء من الدنيا يعلم راح محمد بن خوف المزروعي وقابل اخو بندر بن سرور وقال له انا جايك من الشيخ محمد بن زايد يقول اذا يعني. انتم تبغون اي شيء من امور الدنيا او على بندر بن سرور دين احنا مستعدين فقال اخوه ما نبغى الا انكم تبنون مسجد البندر بن سرور فبنى له جامع معروف والان موجود جامع بندر بن سور. في البداية منطقة القصيم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ما ينسى بندر بن سرور ولا نسى قصيدته ودائما لا حكام أن الله يطول في عمرهم ولا شيوخ الإمارات ولا شيوخ الخليج جميعا هذا ديدنهم